السلام عليكم. اسمي نورة ساعد العواضي وأنا في آخر سنة جامعة. قبل ما أبدأ بكلمكم أبغى أسألكم كم من سؤال. في مرة حسيتوا أنكم تبغون تغيرون العالم للأفضل؟ أو عندكم حلم دوم كنتوا تبغون تحققونه؟ تعرفون يعني شيء دوم كنتوا تبغون تسوونه بس حسيتوا أعماركم خلاص ما بتقدرون؟ أنا مريت بهالشيء. الأشياء اللي نمر عليها وإحنا صغار وايد يأثر علينا يوم نكبر. أتذكر أنا يوم كنت صغيرة وايد كنت أحب البحر وأحب السباحة وأحب إن حيوانات البحر، وها يا من الوطن ومن أهلي. أنا أتذكر يوم كنت صغيرة في المدرسة كانوا يعلمونا عن الصيد والبحر وقيمتها للإمارات، ويدتي وايد كانت تكلمنا عن البحر. وشو أتذكر، تعرفون منو علمني أحب الحيوانات؟ أبوي، اللي من كل فترة لفترة كان يبلنا حيوان جديد، كان يبلنا حيوان جديد، كلب، قطو، بغبغاء، نعام، خروف. واحد فترة أخوي كان يربي دود في البيت، وها كله في بيتنا، ما عنا شاليه للأسف. المهم، شو تتوقعون درست بعد ما دخلت الجامعة؟ علوم إدارية وتكنولوجيا، ما يخص بأي شيء قلته الحين، بس تابعوني وبتعرفون قصتي. في الجامعة يعني يوم كل ما كبرت حسيت إن بديت أنسى عن البحر، لين ثاني سنة جامعة دخلت مادة يخصها بالطبيعة وايد عيبتني، مدرستنا قالت لنا عن شيء مؤثر على البحر بطريقة سلبية. في نفس هالوقت كنت داشة في وايد أشياء برا وداخل الجامعة، واحد من هالأشياء مسابقة لطلاب وطالبات الجامعة. شو نسوي؟ نكون في مجموعات ونسوي بزنس ويشوفون أي واحد أحسن بزنس على آخر شيء. فكل أسبوع كنا لازم نسوي اجتماع، فالاجتماع في أول اجتماع تعرفنا على بعض، بعدين في الأسابيع الجاية قالوا ثاني أو ثالث اجتماع قالوا لنا لازم تطلعون فكرة. الحين فكرة مو بسهلة نطلع، فشو فكرنا في وايد أشياء بس ولا واحد فيهم دش في بالي. حسيت حوالي خامس أو سادس فكرة فكرت في شيء وقلت ليش ما أدمج الشيء اللي أحبه ويا شغلي أو دراستي؟ فكان في بالي شيء، اقترحت هالشيء على البنات اللي كانوا وياي. مو كلهم عيبتهم الفكرة، بس قدرت أقنع الأغلبية فصرنا ويا هالفكرة. بس قبل ما أقول لكم الفكرة بقول لكم المشكلة اللي مدرستي كلمتنا عنها. قالت تعرفون من شركات التحلية يوم يسوون من ماي البحر لماي شرب يكون باقي كمية كبيرة من الملح، ما يعرفون شو يسوون فيه. تعرفون شو يسوون فيه؟ يعقونه أو في البحر أو على الأرض، وهاي يجتل حيوانات البحر والنباتات. فوق هذا بعد يكثر بحرارة المياه، وهذا يأثر على البيئة. فنحن قلنا بدال ما نتم مكاننا خلي ناخذ هالملح ونسوي منتج فيه. فأول شيء شو قلنا؟ ها من الرسمات اللي كاستمرز مالنا رسموه. شو قلنا أول شيء؟ بنسوي رسمات إنه بنلون وبنرش الملح عليه. الملح يوم ينرش على البينت اللي نحين مو بناشف روحه يلصق، وهات تكستشر الارتست اوريدي يستعملونه، يسوون هالتكنيك. فشو فكرنا في الشيء اكثر، قلنا ما حد بيستفيد من هالشيء. اوكي لوحات ويشترونه، اوكي خلاص. قلنا شو بنسوي؟ بنجيب كراتين داخلها ادوات تلوين ودفاتر والملح وورقه يتعلم الشخص كيف يستعمل الملح في الرسم. شي بيحسون بالكوز اكثر، بيحسون بالشيء
وبيشترون إن شاء الله. بس هالشي ما استوى بكل سهولة، خذالنا وايد وقت جهد لما وصلنا لهالمرحلة. تعرفون شو استوالنا؟ بعد ما اشترينا 100 كرتون ودفاتر والوان وطبعنا اوراق ولصقناه على كل كرتون، وانا كنت برا على البلاد هالوقت، طرشوا لي رساله نص الليل ان الشركه اللي كنا معتمدين عليها من شهرين قالوا خلاص ما بنعطيك الملح. شو نسوي؟ خلاص ما باقي شهر ونص على المسابقة ونحن ما عندنا المنتج نفسه، ها أساس المنتج خلاص فشلنا. بس قلنا بدال ما نتوتر ونتم في مكاننا، في نفس اليوم خذنا ورقة وكتبنا أسامي الشركات وأرقامهم واتصلنا فيهم في نفس اليوم. وما أخذ أسبوع بعد ما رديت البلاد وحصلنا الملح. بس تريو الحين وأخيرا بنبيع، صح؟ غلط. شركات التحلية ما يعطونا الملح سيدة، يعطونا محلول ملحي اللي هو ماي داخله كمية كبيرة من الملح. فنحن شو سوينا؟ صرنا البيت وجربنا برا وداخل البيت، فحصلنا أحسن وأنظف طريقة إن نسوي الملح. وها إن غلينا، أكيد البروسيس أطول من شي بس مو بلازم أقول لهني. فشو بعد ما سوينا المنتج الحين وأخيرا بدينا نبيع الحين، صدق ما قص عليكم. فيوم بعنا في شهر واحد بعنا 30 حبة، بس باقي لنا أسبوع على المسابقة وباقي لنا كراتين وايدة ما نعرف شو نسوي فيها. فشو بعض البنات قالوا مستحيل مستحيل نقدر نبيع أكثر. بس نحن كنا نكلم الناس وكنا ناخذ رأيهم. تعرفون وحدة عطتنا رأيها وايد كان حلو، وايد عيبتنا الفكرة. قالت لنا تقدرون، لأن مو بكل الناس يحبون الرسم ولا يعرفون الناس يحبون الرسم. فأخذنا بعنا الكرتون حق الشخص، بس ما يصير للشخص، يصير لليتيم. وكنا نعلم اليتامى عن المشكلة نفسها. كم تتوقعون بعنا في هالفترة؟ كل شيء أسبوع واحد خلصنا كل كرتون. وما كنت بوصل لهالمرحلة بدون كل بنت كانت وياي اشتغلت وياي، وكل شخص كان ويانا في دربنا ساعدنا بأي طريقة. دوم خذوا رأي الناس، لا تستسلمون أبداً بعد لو حسيتوا إنكم خلاص فشلتوا، عشان صدقوني الحد قدامكم بس أنتوا لازم تدورون عليه. البحر له أسرار كثيرة، فلا تخربونه قبل ما نستكشفه. لا تتريون حد شخص يجي يعدل العالم حقكم عشان هالشخص مو موجود. لو صغير أو كبير سووا أي شيء، أي شيء بيأثر. مشروعنا أجاج كان بدايتي، فشو بدايتكم؟